الرئيس السيسي يلتقي بقيادات الكونغرس الأمريكي ويؤكد موقف مصر الثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن دولة مهتمة بسرعة الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير الذي يضم كنوز الحضارة المصرية. رداً على العقوبات الغربية، روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية والدفاع. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس الأمريكي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار من العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال سيادته وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور ريتشارد شيلبي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور ريتشارد شيلبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيرا سيادته إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكدا على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة. من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأمريكي على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، وجاء ذلك خلال تفقده للمتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعماله ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة. وخلال الجولة التفقدية أشار مدبولي إلى أن التطوير الذي تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يساهم في استكمال منظومة سياحية وحضارية متميزة تحقق للزوار تجربة فريدة. وعقب زيارته للمتحف المصري الكبير، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال إنشائها. وطلب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الأعمال بمختلف المحطات الجاري إنشاؤها ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك بما يسهم في سرعة دخولها للخدمة، مشيرا إلى أنه بانتهاء الأعمال الخاصة بهذه المحطات ستحدث نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي.
وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعي التي تستهدف من خلالها توفير خدمات نقل متطورة ومميزة للمواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده لمحور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة أن هذا المحور بانتهاء أعماله وبدء تشغيله سيسهم في حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة. وقال مدبولي إن المحور يساهم في التخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، ويعد أول محور مروري حر يربط ما بين شمال وجنوب الجيزة، فضلا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات وخفض معدلات التلوث. توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 218 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 43 طن سلع غذائية، كما تم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 31 طن دقيق وسكر مدعم. أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط أكثر من 114 طن إسمنت وحديد تسليح. فيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 497 قضية، من بينها 141 قضية خبز ناقص للوزن و103 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في الوزارة في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع واحد عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. نتابع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8998 قضية تموينية متنوعة، من بينها 148 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2092 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 11 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2340 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8839 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 2311 طن و802 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 94 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 676 طن و600 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 808 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 284 طن و684 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 152 طن و750 كيلو، وضبط 9 قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 127 طن و518 كيلو. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 279,630 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها
41,421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3691 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 159 سائقا منهم. كما تم المرور على 191 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 614 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 469 مركبة وتبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 480 سيارة و61 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 13,044 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 506 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84,570 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,345,210 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 272 قضية، من بينها 181 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 5727 نسخ من كتب بدون تصريح طباعة أو تداول وكتب قانون وملازم دراسية لمواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 102 قضية بقيمة مالية بلغت 94,234,954 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1652 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,613,947,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 3,134,000 جنيها. هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قداسة البابا تودروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا للمسيحيين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبة بالخير والسلام. وقال الأزهر في بيان اليوم إن فضيلة الإمام الأكبر أعرب خلال اتصال هاتفي مع البابا تودروس عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين والتي تنبع من الفهم الصحيح للدين، مشيرا إلى أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء، وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرابط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات. أهلا بكم إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية إنها حذرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والتس وعشر آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.
وأضافت أن الخطوة اتخذت نظرا لتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها ستوسع القائمة قريبا. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مباني إنتاج في مصنع للعربات المدرعة في العاصمة الأوكرانية كييف، ومنشأة لتصليح عسكرية في مدينة ميكولياف. وأضافت الوزارة أن ضربات نفذت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، كما أسقطت روسيا طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركييف وأوبلاست بشرق أوكرانيا. عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار روسيا بطرد 18 عضوا من وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا، ردا على إجراء مماثل اتخذته بروكسل سابقا. وأكد الاتحاد أن دبلوماسي الاتحاد الأوروبي المعنيين يمارسون وظائفهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي ظل الاحترام الكامل لها. أضاف الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد أسباب لقرار السلطات الروسية أمس الجمعة بطرد موظفي الاتحاد من روسيا، بخلاف كونه خطوة انتقامية بحتة، مؤكدا أن مسار العمل الذي تختاره روسيا سيزيد من تعميق عزلتها الدولية. طلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى مناطق النزاع والمدن المحاصرة في أوكرانيا، وذلك لمساعدة سكانها. وقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة غذائية إلى 1,400,000 شخص في أوكرانيا، ويسعى البرنامج إلى توصيل الغذاء إلى 2,300,000 شخص خلال شهر أبريل الجاري. وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي. حذرت موسكو الولايات المتحدة الأمريكية من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا. يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار. يبدو أن إعلان دول عدة عزمها تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وفي مقدمتها الولايات المتحدة أثار من جديد غضب روسيا، خاصة بعد أن طالبت مرارا المجتمع الدولي بالتوقف عن تقديم أسلحة لكييف. الرد الروسي جاء بإعلان موسكو على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إرسال مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة، لتحذر الولايات المتحدة من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا. المذكرة الدبلوماسية الروسية جاء بها دعوة الولايات المتحدة وحلفائها إلى وقف التسليح الذي وصفته موسكو بغير المسؤول، معتبرة الأمر ينطوي على عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي. Today, the president announced and authorized another presidential drawdown of security assistance valued at up to an additional $800 million. الإدارة الأمريكية أعلنت تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تضمنت 11 مروحية و18 مدفعا و300 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى أنظمة رادار. أما ألمانيا فأعلنت زيادة مساعداتها الدولية في قطاع الدفاع إلى 2 ملياري يورو، مع تخصيص الجزء الأكبر على شكل مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا. وأكد وزير المالية كريستيان ليندنر أن مبلغ 2 ملياري يورو سيذهب بشكل أساسي إلى أوكرانيا. شارك آلاف المحتجين المناهضين لليمين المتطرف في مسيرات بأنحاء فرنسا في وقت يسعى فيه معارضو مرشحة الرئاسة مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة، وذلك لمنعها من الفوز على الرئيس إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات يوم 24 أبريل. وتجمع الآلاف في وسط باريس مرددين هتافات ومنوئة لليمين المتطرف، وحذروا من اضطراب ديمقراطي إذا فازت لوبان، كما حذرت الشرطة من وقوع حوادث مع تجمع المتظاهرين في نحو 30 مدينة.
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن رفع الحصار عن تعز يمثل إحدى أولويات الهدنة التي تعيشها البلاد منذ بداية أبريل الجاري. وقال وزير الخارجية اليمني إن الحكومة سلمت أسماء الفريق المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث الأمريكي في الأسبوع الأول من أبريل، مضيفا أن فتح طرق تعز هو مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين اليمنيين المحاصرين منذ 7 سنوات. تواصل مؤسسة حياة كريمة توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة وسط الخير بمحافظة الدقهلية. وأكد منسق حياة كريمة بالدقهلية بأن مبادرة وسط الخير قاربت على الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من المواد الغذائية بقرى حياة كريمة بالمحافظة التي تستهدف أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع الأكثر احتياجاً. وصلنا حتى الآن في محافظة الدقهلية 28 ألف كرتونة، وإن شاء الله مستمرين في التوزيع لنهاية رمضان. يمكن دي مساعدة بسيطة عبارة عن كراتين مواد غذائية تصل للمستحقين، وإن شاء الله نقدر في مبادرات أخرى خلال الفترة القادمة. تم التعامل مع 26 قرية بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات، فعلا وصلنا كل مستحقي كل شيء لمستحقي. بالنسبة للقرية، بالنسبة لأهلنا، أهلنا في مركز شربين وصلنا لهم فعلا من خلال المتطوعين ومن خلالنا كمنسقين، وصلنا كل شيء لمستحقيه، كل بيت لكل بيت فعلا تركناه وصلنا الخير لهم. في البحر الأحمر، أجرت القوافل العلاجية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الكشف الطبي على 1141 مواطنا من مواطني قرى المحافظة خلال شهر إبريل. جاء ذلك من خلال 6 قوافل شملت جميع التخصصات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كما شهدت عقد 35 ندوة للتثقيف الصحي. نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء صدور أي منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30,000 معلم لعام 2022. وشدد المركز على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بهذه المسابقة، مسابقة 30,000 معلم والتي سيتم من خلالها تعيين 150,000 معلم على مدار 5 سنوات متتالية، موضحة أنه يجري حاليا ويجرى حاليا الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة. أعلنت وزارة الصحة اليوم أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 124 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي. يأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ولفتت الوزارة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 6 حالات جديدة، موضحا أن متوسط عدد المتعافين اليومي من الفيروس بلغ 260 متعافيا بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى أكثر من 444,000 حالة. تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة والأسماك والتمور وبأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك. وعقب الجولة التفقدية، عقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لقاء موسعا مع التجار وناقش معهم آليات لضبط الأسعار في السوق باعتبار أكبر الأسواق أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة. سمعنا اسعار كتير جدا بتزيد، والاسعار ب 150 جنيه و140 جنيه وكلام كده، وبصينا الطماطم ب 20 جنيه، فجينا نشوف على ارض الواقع هل الكلام ده موجود فعلا في سوق الجمله ولا مش موجود، هل ده موجود فعلا الاسعار دي موجوده ولا لا. سالنا التجار قال لك لا، احنا بنشتغل على العروات، واحنا طبيعي جدا بين العروه والعروه بيبقى في فرق سعر، لان الحته دي ما بقاش فيها البضاعه فيها موجوده كامله، يعني لو في وقت العروه نفسه هيبقى السعر مختلف عما يكون وقت ما فيهوش فيه عروه. احنا قعدنا سمعنا معاهم وشفنا الاسعار، نزلنا هنا فعلا على الارض الواقع لقينا زي ما انتم شايفين، وكنت معانا سعر الطماطم زي ما احنا شايفين ب 6 جنيه ونص،
البتنجان ب3 جنيه ونص، البطاطس ب4 جنيه. على فكره دي اسعار اللي بقولها دي احسن انواع واجود انواع عندهم في السوق. النهارده لما تفقدنا السوق يعني لقينا ان الاسعار مناسبه جدا، والتجار الكبار التجار التقينا بيهم، ولقينا فعلا عاملين تخفيضات كبيره جدا، وهو سوق جمله. ولكن احنا هنا بنناشد تاجر التجزئه اللي بياخد من السوق هنا ان هو يعني يبقى فيه هامش ربح، ولكن هامش الربح ده يبقى بالمعقول ويتناسب مع المواطن ويتناسب مع القيمه اللي هو خدها من سوق الجمله، وده اللي بينعكس بالتالي على المواطن. تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أعمال إنشاء المجمع الصناعي الحرفي الذي يضم 48 ورشة حرفية في حي المسعيد بالعريش. وأكد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال الجارية بمجمع الورش الحرفية تمهيدا لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة في 25 من شهر أبريل الجاري، وتوزيع الورش الحرفية على المنتفعين. أطلق محافظ قنا أشرف الدودي صباح اليوم إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي من داخل حقل أحد المزارعين بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف. وقال محافظ قنا إن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التسييرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 101 ألف فدان بنسبة 40.4% من إجمالي الأراضي الزراعية بالمحافظة. وأكد أن محصول القمح المحلي هذا العام مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المحصول إلى 200 ألف طن قمح بزيادة 22 ألف طن عن الموسم الماضي. زرعين حوالي 101 ألف فدان، السنة اللي فاتت كنا زرعين 103 ألف فدان، لكن احنا بنمشي في الرينج مثلا بتاع 101 لغاية 110 ألف فدان. القمح السنة دي بسم الله ما شاء الله مبشر بالخير. محصول القمح إن شاء الله مجزي السنة دي، لأن الجو المناخ كويس، فإن شاء الله حيدينا محصول كويس. وإحنا على الأول هنا بنحصد أول حاجة يعني، فإن شاء الله هيكون إيه محصول وفير. خليني على جهود الدولة. جهود الدولة يا باشا كل شيء تمام. إحنا عندنا أي حاجة بنطلبها في الزراعة في المحافظة في أي حاجة بنلقاها، والحمد لله متوفرة كل شيء بالنسبة لنا. أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2021 أن معدل البطالة انخفض بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2020 والذي سجل 7.4%. وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما بلغ 15% من إجمالي قوة العمل بدون تغيير عن عام 2020. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن البنك الدولي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأن الشراكة الجارية تعزز من جهود الدولة التنموية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع البنك الدولي لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 بمشاركة 20 جهة وطنية. يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية والتي يجري تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي مع كل من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع تقدر ب 56.3%. هذا وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.9%.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. بدرجات الحرارة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يلتقي قيادات الكونغرس ويؤكد موقف مصر الثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير والذي يضم كنوز الحضارة المصرية. ردا على العقوبات الغربية، روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية والدفاع. انتهت أخبار التاسعة مشاهدين الكرام، لكن وقت التاسعة ما زال مستمرا مع الزميل والصديق العزيز يوسف الحسين. مساء الخير يوسف، كل سنة وسيزال مستمرا وانت طيب مصطفى. مساء الخير يا يوسف، اكيد حلقة مع مشاهدينك هيكون فيها طبع رمضاني مميز. هنحاول قدر الامكان، بس طبعا العواصف اللي جاية خلال الايام اللي جاية دي طبقا للتوقعات مش عارف خلينا نعرف نيجي البرنامج بقى. هو احنا بكره الجو هيبقى شديد الحراره، انا لسه مش عارف ليه كده. عشان كده انا رايي ان احنا ناخد اجازه يا جماعه. طيب خلاص يعني احنا بنضم صوتنا لصوتك اجازه لينا كلنا. مش كده خلاص، احنا نبدا فقراتنا دلوقتي وبعدين نتناقش في الاجازه بعدين. اشكركم جدا، نستاذنكم نبدا فقراتنا.